يزداد المشهد السياسي في العراق تعقيدا، تظاهرات وتظاهرات مضادة، مواقف متوازية لا تلتقي بانتظار خطوة من صاحب الكفة الراجحة مقتدى الصدر قد تغير المعادلة. الخطوة المتوقعة قد تقلب الموازين في بلاد الرافدين رأسا على عقب، وتتمثل باتجاه التيار الصدري إلى إعادة هيكلة النظام السياسي بأسره وفق ما كشفه مصدر مقرب من التيار لصحيفة الشرق الأوسط. إعادة رسم النظام السياسي تتمثل بالحديث داخل أروقة الصدريين عن صيغة لنظام حكم رئاسي وليس برلمانيا. المصدر أضاف أن الصدر وتياره يدركان أن الصيغة السياسية الحالية المبنية على التوافق والمحاصصة السياسية باتت عديمة الفائدة، وعدم الاستقرار منذ عام 2003 أكبر دليل على ذلك. خطوة كهذه ليست بسيطة ولن تمر بسهولة بالطبع. النظام وتقاسم النفوذ معقد ويصعب فك عقده بين ليلة وضحاها، بل ربما مستحيلة في ظل عقبات إقليمية ودولية رغم القبول الشعبي. بل هناك عقبات داخلية تتمثل بمرجعية النجف ومعظم القوى السياسية التي ينسجم النظام الحالي مع مصالحها الحزبية، إلى جانب التعقيدات القانونية والدستورية المتعلقة بكل ذلك وفق المصدر، رغم المواقف الداعية للوحدة من المرجعية. عشائرنا الكريمة، أنتم برجالكم ورجال الأبطال من العراقيين بدمائكم الزكية قد حفظتم وصنتم العراق، فحافظوا على دمائكم ووحدتكم وتماسككم بالتمسك بأحكام الله تعالى والعيش بسلام ووئام. أضف إلى كل هذه المعارضات ما جاء في بيان الإطار التنسيقي المقرب من إيران، الذي رأى في خطوات الصدر تصعيدا وصل إلى الدعوة للانقلاب على الشرعية والعملية السياسية والدستور. الإطار أشار إلى أن الشعب لن يسمح بالمساس بالثوابت الدستورية من قبل كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل العراقيين، مؤكدا أن من لديه مشروع لتعديل الدستور هو أمر متاح فقط من خلال الأطر الدستورية. ولمواجهة تظاهرات الإطار المدعوم إيرانيا، دعا صالح العراقي المقرب من الصدر، دعا أنصار التيار في مختلف محافظات البلاد للتظاهر عصر اليوم دعما لمتظاهري المنطقة الخضراء. وزير الصدر كما يسمى وضع شروطا صارمة قبل الدخول في الحوار، يتمثل بانسحاب هادي العامري وتحالف الفتح من الإطار التنسيقي، أمر إن تم سيضعف الإطار بشكل واضح. وزير الصدر لم يفته مهاجمة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والعدو اللدود للتيار الصدري، ووصفه بسبايكر مان نسبة إلى القاعدة الجوية الشهيرة. ففي 12 من يونيو عام 2014، أي بان حكم المالكي، اقتحم عناصر تنظيم داعش قاعدة سبايكر الجوية، وأسروا جنود الفرقة 18 في الجيش العراقي ونقلوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت لقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رميا بالرصاص، ودفن بعضهم أحياء.
عدموني جواب القصر ودفوني هنا في هذا الوادي، وشردت منها بالليل، شردت منها وطبيت على الجسر ذاك الحديد. وهذه القاعدة من القواعد التي شهدت جريمة كبرى